وبالتالي تحتاج الى فترات كبيره لكي ترمم هذه الصور، لان الازدواجيه التي حدثت في اوكرانيا وفي غزه اوضحت هذه المعايير وهذه الازدواجيه. فبالتالي ابدا الاوراق العربيه والورقه المصريه هو عاده قلب التوجهات العالميه والراي العام العالمي، وبدانا نتكلم الان عن الخطاب الغربي تغير تماما على الاقل في المسار الانساني. صحيح هناك في المسار العسكري هناك بعض الدول الاوروبيه وامريكا متتماهيه مع الجانب الاسرائيلي واطلاق يدها، لكن على الاقل الان هناك تحركات دوليه بدانا نسمع من حتى فرنسا بدات تغير إلى حد ما، أسبانيا صوتوا لصالح قرار الجمعية العامة، لكن ربما ألمانيا بريطانيا متهمة معلومة في مثل. أول ورقة هو الكشف وتعرية إسرائيل أمام العالم وتوضيح الوجه القبيح لإسرائيل، إنما تقوم به إسرائيل يتجاوز مفهوم الدفاع عن النفس. وبالمناسبة على فكرة من ناحية قانون دولي مبدأ الدفاع عن النفس لا ينطبق على الحالة الإسرائيلية. لماذا؟ المادة 51 في الميثاق الأمم المتحدة تقول أنه من حق للدول فرادة أو جماعات أن تدافع عن نفسها في حالة عدوان من دولة أخرى أو دول أخرى، وتتخذ من الإجراءات وأن تتوقف عن هذه الإجراءات بمجرد دخول مجلس الأمن، فكرة تفعيل نظام الأمن الجماعي. هذا لا ينطبق لإسرائيل لأن لا ليس عليها عدوان من دولة أخرى. العكس صحيح. العكس صحيح. الأمر الثاني، إسرائيل قوة احتلال، لا ينطبق مفهوم الدفاع عن النفس عن قوة احتلال، لأن بالعكس المحتل هو من يدافع عن نفسه، نفسه يعني من هو واقع تحت الاحتلال. القانون الدولي بيبيح للمقاومة، يعني بيتيح كل أشكال المقاومة السلمية وغير السلمية للتحرر من الاحتلال، وبالتالي لا ينطبق عليه مبدأ الدفاع عن النفس. ومع ذلك إسرائيل تتزرع وأمريكا تتماهى بأنها من حقها تدافع عن نفسها في مواجهة ما يسميه الوحوش أو الإرهاب، وذلك تجاوزت بكثير هذا الدفاع.